سنة 2018 الحمد لله والشكر ان شاء الله يتم الامن والامان على الموصل وعلى العراق كلته ان شاء الله. والله امنياتنا الله يحفظكم ويستر علينا والله شال هالغمه هاي عن اهل الموصل وعن شباب الموصل والله يحفظ الجيش والقوات الامنيه ويقويهم ان شاء الله يكون. والله والله ان شاء الله يرجعون على بيوتهم، يعني هم الحكومه شويه تدعمهم لان يعني ازيدهم بيوتهم وقعت ما عندهم لا يعني يطيقون يعمرون لا يطيقون يعملون هالمخيمات، اما الشباب طلعوا خارج العراق يعني خلي يرجعون الامن والامان وان شاء الله يكون كل شيء ما اكو به للعراق. الحمد لله والشكر والله الله يحفظهم. والله ذهب واحد احسن من الاخر، الله يحفظهم ان شاء الله. انت اليوم كتصوراتك يعني سنه 2018 راح تكون بالي الخير على الموصل. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله متاملين ان شاء الله سنه خير علينا. رساله توجهينها اليوم للمسؤولين. والله اوجه رساله للمسؤولين يعني خلي ينصفونا ويعني شويه يعني يراعون هالشعب هذا اكو كثير مثل هلا خريجين بلا تعيين الرواتب ازيد بعد ما انطعوا خاصه احنا يعني مدينه الموصل خلي ينظرونا يعني المسؤولين اللي نحن انتخبناهم. الساعه دي راح تبقين هنا؟ والله بقعد اشوف على مال اولاد شلون يخلونا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الله يحفظكم ان شاء الله. لا والله بالبيت الحمد لله والشكر الله يحفظكم ان شاء الله ابوي والله يرضى عليكم ويحفظكم ان شاء الله ويتم الامن والامان ان شاء الله على الموصل وعلى العراق كله. شكرا جزيلا. هلا عيني هلا بيك. الله يحفظك الحمد لله. شنو امنياتك؟ الحمد لله الله يحفظكم. شنو الله ينصركم ان شاء الله. امنياتك شنو حجي؟ الحمد لله متراحه والله من كيفه الحمد لله. فرحانين؟ الحمد لله بوجودكم. هذا العيد يختلف عن بلا ان شاء الله يختلف يا والله. يختلف الله ينصركم ابويا. خلصتونا من دواعش الحمد لله ابوي الحمد لله. عجي رساله اليوم اهل الموصل والشعب العراقي. شو ابويا؟ اريد رساله اليوم منك اهل الموصل وهن شنو اللي خالف الشعب العراقي اريد نهني سنه جديده ان شاء الله. الامن والامان الامن والامان علي انا وعليكم وعلى امه
محمد ان شاء الله، الله يحفظكم ان شاء الله. شكرا عيني. عليكم السلام الطلبة. والله أول شيء طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا كل عام والعراقيين بخير والموصل بخير، إن شاء الله من أفراح إلى أفراح ومن سعادة إلى سعادة، وإن شاء ما شاء الله الأجواء كلش مفرحة وكلش الناس فرحانة، وما شاء الله الأطفال والف الحمد لله والشكر بعد التحرير، وما شاء الله طبعا الأمن جدا ممتاز، جدا جدا ممتاز طبعا، وإن شاء الله نتمنى السعادة والفرح لكل الناس إن شاء الله. والله إن شاء الله نحن نتمنى إن شاء الله لإعمار الجانب الأيمن طبعا والجسور ترجع الحياة الطبيعية للناس، ترجع الشباب والعمل، هاي أماني الشباب كلها. يعني أنت اليوم شاعر معروف على مستوى الموصل. أي نعم. اليوم نريد منك كلمة شعبية. على راسي على راسي. ما طال الموضوع على الموصل فأحب أقرأ للموصل. أقول لأجلك يا وطن نسابق على الموت، وملك الموت صار ويانا يتجول، واذكر شيعي مات السني صاح شلون لو انا لسبقته وماخذ الاول. احذرك يا السياسي تقول مختلفين، اخوه ببيت واحد ليش تتدخل؟ نتعارك على اكثر يعشق آل البيت، وهيب الراس عندنا مروح يتحندل. احنا بلا عقل لما نغيظ الثور، موش الجانه يقتل سيفه يتختل، لكن من نسولف يسكت الديوان، حلق غربيل عندنا كلمة تتغربل، وما نعرف نفرق بين هذا وذاك، لان كل البشر فوق النعش تثقل. تقبل يا شعب نتقسم احنا شلون، ياهو البين يقبل الله ما يقبل، واذا نترك عمر يزعل علي الكرار لازم ننجمع، هو هذا اخر حل. سلامتك على راسي على راسي. اليوم منك رساله توجهها للنازحين الخارج. والله ان شاء الله نتمنى من النازحين الخارج قطر ان شاء الله نتمنى لهم العوده الى وطنهم الى بلادهم، طبعا احنا كلش مشتاقين لهم، اهلنا وناسنا واعزازنا، ونتمنى لهم ان شاء الله ان يرجعون باقرب وقت ان شاء الله. على راسي. الله يسلمك الله يسلمك، الله يبارك بكم ان شاء الله. نشكر قناة الموصلية، القناة الموقرة طبعا، العين اللي ما نقدر بلاياها طبعا، اللي هي دائما ساندت القوات الأمنية واللي كانت لها صولات وجولات. هاي ثلاث سنين راحت شفنا ايام يعني سودة، الحمد لله هسه الحمد لله الموصل بدأت تستعيد الحياة. والله التغيير يعني ان شاء الله نحو الأحسن. يعني شنو هي امنيتك؟ والله امنيتي انه تبقى مدينة الموصل والعراق بصورة عامة يعني آمن مستقر، وهاي امنية كل العراقيين طبعا. شو تحب تقول كلمة للنازحين اللي خارج العراق وداخل العراق؟ والله نحب نقول لهم انه الموصل هسه يعني مثل ما يشوفون انتم قناتكم الكريمة دا تصور دا تشوف الوضع شلون هسه، فانه كفي خليه يرجعون، كفي بهذلة وكفي يرجعون على حياتهم، والموصل ان شاء الله في عامرة بخير. يمكن اليوم اجواء باردة، انتم تحبين نبقى نبقى ان شاء الله. والله الى حد ما هذه العالم كلها ترجع يلا ان شاء الله للصبح نبقى، والله للصبح ان شاء الله. لا والله تعشينا بالمطعم وجينا هنا كملنا سهرتنا ان شاء الله. على راسي على راسي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله ما شاء الله أمان، وبجهود المواطنين والقوات الأمنية الحمد لله أنه نشوف الأمور رجع طبيعية وبعد أحسن من قبل. يعني نقول كل من يقول إن راح داعش يرجع أو فد شيلوه أو فد خوف، نقولهم تأكد أنهم رحلوا ولم يشهد لهم زحلوا، فلا جلاد يجلدنا علام الخوف يا رجل. فأشكر تواجد الموصلية للصباغة اللي بتغطية الحدث كانت يعني قبل تحرير الموصل، ويعني ما نعرف نشكر هاي الغناء ولا نشكر يعني جميع. والله يعني فوق 100 فوق 100. شنو هي أمنياتك؟ إني عم الأمن والأمان، أن نشوف إن الناس ترجع لتوظيفة، اللي راح له خلينا نقول عسى الله أن يرحمها الشهداء، يرحم أبطال القوات الأمنية. يعني أنت اليوم كمواطن موصلي، شنو هي رسالتك للنازحين اللي خارجين خارج العراق؟ والله أقول لهم عمرهم خسارة، عمرهم خسارة إذا ما يرجعون يشاركونا بهذا اليوم، فإن فاتم يعني العمر فاتم كله، أتمنى إنه يرجعون. اليوم أعياد رأس السنة، دخلنا بسنة 2018. إيه. هذا العيد يختلف عن باقي الأعياد اللي مضت على أهل الموصل. والله نشوفه. قبل داعش أو قبل داعش. والله ما شاء الله إحنا نشوف كهذه الوضعية، يعني أحلى وضعية صارت، أمان تفتر براحتك. تمشي تعبر عن رأيك، يعني شيء ما ينوصف. شنو هي اليوم رسالتكم للقوات الأمنية؟ والله رسالة للقوات الأمنية أن يتساعدون ويا المواطن ويتفهمون الأمر، فناخذ الوضعية دائما بجد وحذر، وأن أهم شيء يراعون المواطن. من يراعون المواطن أمانة الله أنا بنفسي أدافع عنه، يعني ما يحتاج هو، يعني بس أنه يكون ويا المواطن. والله وضعية المدينة ما شاء الله، يعني شيء ما يوصف، يعني شيء ما كنا نتوقع انه راح يصير هيك، يعني كان عندنا حلم ان نخطي هاي الخطوه هين. والله ان شاء الله اذا الله تنفتح على الصبح نضل الصبح، ما عندنا شيء هم نبغى يوم اذا تبغى الفتحه. والله نتحدى شنو البرد. والله شكرا، بارك الله فيك.
وكنت بألف خير حبيبي، ونحب نعايد الشعب العراقي وخاصة الموصل وكل المحافظات العراقية، وربي يستر عليكم ويحفظكم، وبالذات اللهم أن يرحم الشهداء ويشافي الجرحى ويوحد العراق حرا أبي. تحياتي لك حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام. بخير. انت بخير. شنو هي امنياتك في سنه 2018؟ ان شاء الله اخلص دراستي واتخرج ان شاء الله. شنو تشوفين اجواء المدينه؟ والله حيل حلوه وجميله. زين اليوم سنه 2018 ان شاء الله خير وبالامن وامان. ان شاء الله يرجعون النازحين لبيوتهم، والموصل ان شاء الله طيبه تصير وامان ان شاء الله. تسلم. والله الحمد لله بخير والوضع امان. والله الساعه تقريبا 12 شويه. اي والله يعني دخلنا سنه جديده ان شاء الله على خير وسلام ومحبه ان شاء الله. والله امنيتي الخير والسلام والامان يعني على امه محمد ان شاء الله، على كافه العراقيين من الشمال للجنوب ان شاء الله بعون الله. الله يخليك عندي. بألف خير. طبعا نتمنى عام سعيد على العراقيين جميعا والأمن والأمان، وندعو من الله أن يتوحد الشعب العراقي وفي كل مكان يعم عليه الأمن والأمان وتديم علينا الأفراح. وكل عام وأنتم بألف خير يا شعبنا العراقي، والرحمة والخلود لشهدائنا الأبطال، وألف تحية للقوات المسلحة الباسلة التي لولاها لما استطعنا الآن نحتفل بهذا العيد ورأس السنة سنة 2018. والله نتمنى الأمن والأمان، وأن الله أن يعم علينا الأمن والأمان على الشعب العراقي جميعا وعلى الأمة العربية، وأن تتوحد كلمة العراق تحت راية العراق. الله أكبر. السلام عليكم. عليكم السلام حبيبي، وانت بألف خير حبيبي. ولا أمنياتي أن يعم الأمن والأمان على جميع العراقيين إن شاء الله سنة خير والانتصارات لقواتنا البطلة. اليوم غادرنا سنة 2018 وإحنا دخلنا سنة 2018. نعم. الساعة 12 وربع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله أهم شيء الأمن والأمان والسعادة لكل العراقيين إن شاء الله. فرحانين؟ أي كلش. ولد واحد. الله كريم إن شاء الله، الله يبارك فيك. والله أتمنى يرجعون، لأنه العراق يعني الحمد لله عم الأمن والأمان. الحمد لله الحمد لله على كل حال. الحمد لله لا كلش زين الحمد لله. والله كلش زينين، الله يرضى عنهم ان شاء الله. والله الحمد لله كلش للوحده. اكيد. لا بالمدينه هنا. هلا وقف. طبعا نحن اوجه رساله لاهلي في الوسط والجنوب، لولا دمائهم الطاهره ما خلصنا من داعش. فالف شكر وجزر لهم، الله يرحم شهدائهم ويشافي جرحاهم. بدأ أشكر قناة الموصلية، القناة المواكبة لكافة أحداث ونشاطات مدينة ألعاب الموصل. طبعا بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية، وإيمانا منا بالتعايش السلمي بين كافة أطياف الشعب العراقي، أقام شركتنا شركة مدينة ألعاب الموصل احتفالية كبيرة وكرنفال بهذه المناسبة، واستقبال العام
الجديد بكل فرح وسرور مع أهالي مدينة الموصل، حيث أنشأنا شجرة عيد الميلاد وبارتفاع 5 أمتار تقريبا وبجهود كوادرنا الفنية والإدارية البطلة. وهنا لا يسعنا إلا أن نشكر جميع من تعاون معنا من الدوائر الخدمية وكافة الجهات الأمنية، حيث وفرت لنا الأمن والأمان. شنو هي أمنياتكم سنة 2018 وما هي الجهود اللي راح تقدموها بخصوص لهذه الشركة؟ والله إن شاء الله إحنا بإذن الله تعالى في تطور مستمر، هي خلال الأيام القادمة إن شاء الله سنقوم بافتتاح جهاز جديد، جهاز الكبار، جهاز من مناشئ أوروبية وتركية، راح نقوم بافتتاحه بإذن الله على السنة الميلادية الجديدة 2018، ونوعد زوارنا وأهلنا في مدينة الموصل أنه نقدم لهم كافة الخدمات، وإن شاء الله يجون يلقون عندنا الأفراح والسرور إن شاء الله بإذن الله. وكل عام وكل العراقيين بألف خير وصحة وعافية وأمان.